السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم نلقاكم على خير ان شاء الله. اليوم غنوجدوا معكم واحد الحلوه سهله وبسيطه وده غي تتوجد الوليدات القطي ده غي تتوجد ان شاء الله. دابا غنبداو في المقادير على بركه الله. عندنا جوج ساشيات ديال الفاني، عندنا جوج خمارات، عندنا النكهه ديال البرتقال، عندنا خمسه البيضات. حيدنا الصفار باغين نتلخر ونوريكم اش غندير بيه. كاس ديال الزيت، كاس ديال السميده، الدقيق على حسب الخليط. غندير البيض في الخلاط هو درتو، غنضيف معاه السميده، كاس ديال السميده، غنضيف معاه الساشيات ديال الفاني، وغنخلطهم واحد شوية مزيان نخلطو، وعاد ندير نضيف الزيت بشوية بشوية. دابا غنضيف الزيت بشويه بشويه، ها هو نضيف شويه لاغوم ديال البرتقال، نضيفها في هذا. ملي ضفت هذا صافي، هي غنخويه شي كيجي بحال هكايا. ودابا غنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه ونخلط، ونضيف مع الخمارات ونخلط تجمع لي العجينة مزيان، وعاد نقرصوها ان شاء الله. دابا غنبدا نضيف الدقيق بشوية بشوية، نضيف على مخمرات، نبدا نخرج تتجمع هي العجينة بشوية بشوية تتجمع. هاد الحلوة اقتصادية وزوينة ودغيا كتوجد في 10 دقائق تقريبا، تتوجد يعني ديريها للكوطي، ديريها للوليدات الكوطي في الصباح في الفطور، كتجي زوينة وسهلة ودغيا تتوجد، يعني ما تطلبش وقت كثير باش توجد. هيا دغيا غنوجدها معكم ان شاء الله حتى الاخر. الدقاق راه مغربل من قبل، تفلفا اي نكهة عجباتك بغيتي ديريها، ديري حتى قشرة الليمون تجي زوينة بلا ما تبقاي تقلبي لا نكهة لا حتى شي حاجة، أولا تكتفي غير بالفاني بوحدو حتى هو كيجي زوين، يعني اقتصادية ما
درت كاع مقادير كثيره. ما تبقاش تلصق لينا. نجمعها هي بدمجمتها، هي كيفاش كتجي، كتجي خفيفه وكتجي زوينه بحال ما هكايه. شتيها دابا غنقرصها في الطاوله ان شاء الله ونرجع لكم كيفاش كتجي هكا. دابا غنقرصها في الطاوله ان شاء الله ونرجع لكم. انا دابا كرستها في طابي سيرفيزر وغنديرو في نديرها في الطاوله ان شاء الله وندهنوها بعدا في البيض. درت واحد القطره ديال الماء وداك الصفار البيض اللي خليت هويا غندهنو بها كامل وغادي نرشمها بفرشاه ونديرها في الطاوله. نشعل لها الفران سخون، دابا نشعلو ليها ونخليها حتى يسخن الفران وعاد دابا غنرشمها بالفرشاة بحال هكايا. صافي غندخلها للفران ان شاء الله. عرفتي ما تسني هكا بالعكس هكا. هاهي بعد ما طارت دابا غادي نقطعها. هاهي شتي الشكل ديالها كيفاش كيجي، كيجي بحال ما هكايا. دابا غنقطعها ان شاء الله ونرجع عندكم. دابا هذا هو الشكل ديالها النهائي من زعما قطعتها. شكي كتجي كتجي هكا زوينه ورطبه ودغيا كتوجد. دارت معايا انا تقريبا شي 20 دقيقه ما بين الطياب والتصاويب ديالها. وان شاء الله نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. نتمنى لكم ديروا لي اللايك والاشتراك ان شاء الله تشاركوا معايا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.